بسم الله الرحمن الرحيم. كل تضامني مع رموزي وقيادات المعارضة المعتقلين في السجون البحرينية، وبالأخص الأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين، نظرا لما يتعرضان له من إهمال متعمد وحرمان من الرعاية الطبية اللازمة لهما. ونحمل نظام آل خليفة المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ حسن مشيمع على وجه الخصوص بعد تدهور حالته الصحية، وعلى المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية حيال ما يجري من انتهاكات متصاعدة ضد قيادات المعارضة المعتقلين وبقية معتقلي الرأي في البحرين، والتدخل العاجل لوقف الحملات الانتقامية الممنهجة ضدهم ومحاولات هذا النظام المجرم لتصفيتهم الجسدية.